السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف الزمن قصد الانتهاء من قضية استقدام مدرب جديد للمنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال بالماضي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع بعض المدربين الذين كانوا مستهدفين للإشراف على زملاء رياض محرز في الفترة القادمة، لأسباب مختلفة لجأت الفاف إلى وجهة جديدة، حيث علمنا بأن مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد ربطوا اتصالات مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ويحمل بيتكوفيتش ثلاث جنسيات هي السويسرية والبوسنية والكرواتية. وأعجب مسؤولي الفاف بهذا المدرب، خاصة وأنه يستوفي كل الشروط التي يبحثون عنها رغم افتقاده لتجربة اللعب في إفريقيا وأدغالها، إلا أن بيتكوفيتش يتمتع بخبرة تدريب طويلة لأكثر من 19 سنة، فضلا على أنه يتقن الحديث بست لغات منها الإنجليزية الألمانية والفرنسية، ما حمس مسؤولي الفاف على وضعه ضمن مخططاتهم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.